لوحدي وابعد بعيد. طول عمرنا نسمع عن مطربين كل ما بينجحوا بيروحوا يمثلوا، لكن ممثلين يغنوا دي غريبة شوية ومش متعودين عليها. وعلى رأي المثل بيقول إد العيش لخبازه، نسيبنا من العيش ونرجع للفن، ولا ما كله بقى أكل عيش. كتير من الفنانات اللي حبيناهم وتعودنا عليهم في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات كمان، خير الله ما جعله خير، فجأة اتجهوا للغنى، ده من غير مناسبة. طب ليه كده؟ ما اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، زي الفنانة سمية الخشاب، لأنها كل ما تطلع في برنامج تقول إنها عايزة تغني وإنها مقتنعة إن صوتها ينفع، وفعلا عملت كذا أغنية زي أرجوك ما تقولش لحد وغيرها من الأغنية. لكن بصراحة ده حسب رأي الجمهور، سمية الممثلة تألقت أكتر من المغنية، لكن وماله يا نجمة غني؟ ومش هي لوحدها اللي فكرت في الغنى، زي ليلى زاهر اللي تعرفنا عليها من طفولتها وهي بتمثل، وده في سلسلة أفلام عمر وسلمى، ولما كبرت فاجأتنا في برنامج صاحبة السعادة بأنها بتغني، وشاركت هشام جمال في دويتو كلمة أخيرة، واللي برضو لقى ردود أفعال مختلفة بين الناس، وكتير شايفين إنها توفق بين الموهبتين وتقدم أعمال حلوة. أما الفنانة أيتن عامر اللي كانت بدايتها في مسلسل الدالي مع النجم نور الشريف، قدرت إنها تتلقى في السنين الأخيرة في الدراما زي مسلسل الطوفان وجودر المصري، اكتشفنا إنها بتغني وكانت مخبية، وكمان نزلت أغاني خاصة بيها زي خاصة ومليش في القفش. نيجي بقى للفنانة الكبيرة لوسي، زي ما عملت أعمال مهمة زي ليالي الحلمية والبطنية، لكن كمان قدمت أغاني كتيرة في أعمالها، ومن أغانيها اللي صورتها إنسي. أما الفنانة مي الغيطي اللي أثبتت أنها ممثلة شاطرة، وخصوصاً في طلعة روحي ومسلسل جزيرة غمام وغيرها من الأعمال، برضو هي كمان حبت تجرب تغني، فنزلت ألبوم إنجليزي اسمه بينك، والبسكوتة منى فضالي اللي ليها أعمال جميلة تألقت فيها، وخصوصاً في مسلسل جعفر العمدة وكبرى، وقررت أنها تغني وعملت أغنية اسمها قالي تعالي، لكنها ملقتش نفسها في الغنى ورجعت للتمثيل تاني، وده عين العقل يا منى. أما الفنانة زينة اللي اشتركت في مسلسل العتاولة مع أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، اشتركت معهم في أغنية الإعلان عن المسلسل ده، والفيديو بصراحة كان ترند. فيفي عبده ليها أدوار مميزة زي مسلسل الحياة والسراب والست أصيلة، وما ننسلهاش الدويتو الرهيب اللي عملته مع سمية الخشاب في تتر مسلسل كيد النساء، واللي عملوا كليب بعد كده. بس كده، يا ترى مين فيهم عجبكم أداؤه أكتر وينفع يكمل في الغناء؟